السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا النهاردة بتكلم عن آلة جديدة في الذكاء الصناعي خاصة بمجال البحث العلمي. طبعا الذكاء الاصطناعي والآلة بقت تحيطنا في جميع حياتنا، فطبيعي كان لازم يكون موجود حاجة خاصة بإجراء أو المساعدة في البحوث العلمية الخاصة بالباحثين. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن مساعد ذكي عن طريق أداة مصرية عالمية، وهو برنامج سكوبت للبحوث العلمية. طبعا سكوبت أداة ذكية جدا جدا، بتوفر لك وقت ومجهود في إنك بدل ما تقرأ 200-300 ورقة وهتاخد لهم طبعا وقت كبير جدا، هو بيجمع لك اهم الحاجات اللي انت محتاجها ويعرضها لك في شكل منسق جدا جدا بالمراجع الخاصة بيه. انا شرفت بالانضمام للدفعة الثالثة من سفراء سكوبت، الكلام ده كان في 20/7/2024. اتعلمت كتير الصراحة في الدورة دي عن ازاي استخدم سكوبت، ازاي اعمل خطة بحثية بطريقة صحيحة، ازاي ادخل المراجع، ازاي سكوبت يساعدني في انه يحصر لي الحاجات اللي انا محتاجاها مباشرة قدام عيني. كمان مش بس كده، سكوبت كمان بيساعدك ان انت تولد افكار بحثية كتيرة جدا، لان كل ما كانت الامور مركزة قدامك كل ما كان عندك القدرة ان انت تستخلص افكار جديدة ما كانتش موجودة او يعني عدت عليك قبل كده. كمان قدر ان هو يساعدني في اني اترجم لغة مثلا عربية او انجليش للغات كتيرة جدا زي الانجليزية زي الفرنسية. بالمناسبة سكوبت بيتيح لك ترجمة لكل اللغات اللاتينية ما عدا اللغات اللي مكتوبة عن طريق اللي هي الرموز، زي مثلا اللغة اللاتينية، اللغة اليابانية او اللغة الصينية. كمان سكوبت بيوفر لك ترجمة باللغة العربية بصراحة احترافية، احسن من جوجل بكتير جدا جدا جدا. سكوبت كمان بيساعدنا ان احنا يعني لو في ملف PDF ازاي يحوله لك لوورد بسهولة. طبعا دي كانت مشكلة بتقابلنا، وخصوصا في البحوث العربي لما كنا بيبقى في ملف عربي محتاجين نترجمه لأي لغة أجنبية كان بيطلع على شكل رموز غريبة كده. لا، في سكوبت صراحة النقطة دي مش موجودة. سكوبت بصراحة من أهم الخدمات اللي أنا شايفاها كويسة جدا جدا، إنه بيقدم لك خدمة بدون أي فاصل إعلاني. يعني مش شرط مثلا إن أنت تستنى إن أنت تحمل حاجة تتفرج على إعلان أو كده، فده بيساعد يعني الباحث انك تكون مركز اكتر في الحاجة اللي انت شايفها. سكوبت هيساعدني ازاي في مجال عملي؟ طبعا وفر وقت، وفر مجهود. سكوبت كمان هيساعد في اسراء البحوث، ان انا بقدر اعرف مثلا بحوث في ايطاليا ماشية ازاي، البيئة بتاعتهم، الثقافة، الخلفيات العلمية بتاعتهم مثلا في دول العالم، مختلف دول العالم زي فرنسا زي ايطاليا زي المانيا زي كل دول العالم اللي بتتكلم بلغات زي ما اتفقنا، ما عدا اللغة اللي هي بيبقى شكل رمز او صورة. سكوبت كمان هيساعد على المجال الشخصي عندي في بحوث الترقية، ان انا اخلص بحوثي بسرعة، ان انا ابقى عندي فرصة لتجويد البحوث بتاعتي، ان انا انشر دولي بدل محلي. كمان هيساعد الجامعة بتاعتي على طريق ان انا زيادة عدد الابحاث اللي بتتنشر، ده بيساعد الجامعة طبعا في الرانكينج وفي التقدم لمراكز مرتفعة في تصنيف الجامعات. انا صراحة بنصح جميع السادة الزملاء الباحثين باستخدام آلة الذكاء سكوبت في ابحاثهم، لانها تفرق جدا معاهم في مجال الانتاج، في مجال الجودة، في مجال الكم البحوث اللي ممكن يستفيدوا بيها ويفيدوا بيها الاخرين. شكرا جزيلا لحضراتكم، كان معاكم دكتورة لمياء البساطي، دكتوراه وزميل الصحة العامة بوحدة الجودة مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة.